يعتبر هذا هو الدرس الأخير في منهج مادة الرياضيات. هل فهمتم يا أبنائي؟ أجل يا جدي، لقد فهمنا. إذن ذاكروا جيداً واستعدوا للامتحان الأسبوع القادم في مادة الرياضيات، ومن يحرز تفوقاً ملحوظاً منكم سوف أكافئه بجائزة كبرى. جائزة كبرى؟ ليتني أتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى، عندها سأكون مميزاً ومختلفاً عن بقية التمور. يسعدني أن يتسلم خنيز الجائزة الكبرى، درع النخلة الذهبية. يا لها من جائزة عظيمة الشأن. هل كتبت ما قلته يا خنيزي؟ ها؟ بالطبع سوف أكتب ما قلته يا جدي، فأنا أحلم بالحصول على الجائزة الكبرى. كفى كفى أيها الطمور، ذاكر جيداً يا خنيزي لتحصل على الجائزة الكبرى. إذن فلكل مجتهد نصيب يا بني. ها قد اقتربنا، هيا يا زغلول أنت وخنيزي اشتريا لنا المثلجات بينما أذهب مع تمورة لشراء بعض الخبز من قسم المخبوزات. أنا أريد مثلجات بطعم الليمون يا زغلول. وأنت يا خنيزي اشتري لي مثلجات بطعم التوت. ما هذا؟ كيف لشخص مثلي أن يذهب لشراء المثلجات لكم وهو على وشك الحصول على الجائزة الكبرى؟ تواضع قليلاً يا خنيزي واذهب مع زغلول لشراء المثلجات لنا جميعاً. لن أذهب، أنا سأبقى هنا. ما أجمل أحلام اليقظة يا خنيزي، لكن حينما تتحقق. ليست أحلام يقظة يا تمور، سأنال الجائزة الكبرى حتماً. لا بأس، سأذهب بمفردي، لكن لن أحضر لك شيئاً يا صاحب الجائزة الكبرى. خنيزي، لماذا لا تقف معنا؟ أنا أستعد لنيل الجائزة الكبرى يا تمور، وأرى أنكم لا تصدقون طموحي في نيلها. على العكس، نصدقك، ولكننا نريد أن نعرف لماذا تصر عليها بهذه الطريقة. كي أكون شخصاً مشهوراً يشار إليه بالبنان. لقد فهمت، ولكن يمكنك الحصول بالفعل على جائزة كبرى كل يوم. كل يوم؟ كيف؟ بمساعدة الآخرين وفعل الخير دائماً. هذا صحيح يا خنيزي، هل تعلم كيف حصلت أنا على الجائزة الكبرى؟ ها؟ لا أعلم. حصلت عليها عندما ساعدت جارتنا العجوز على عبور الطريق وحملت عنها حقيبة المشتريات وأوصلتها إلى بيتها بأمان. حقاً؟ نعم يا خنيزي، كل خير نفعله نحصل من ورائه على جائزة كبرى، قد يكون دعاءً صالحاً مستجاباً أو أمنية طيبة تتحقق. برحي أيضاً حصل على الجائزة الكبرى. كيف حدث هذا؟ حينما أوشك زغلول على الغرق في البحيرة وقمت بإنقاذه. كان يوماً عصيباً يا برحي، كدت أغرق لولا أنك أنقذتني. النجدة! النجدة! أنقذوني! زغلول لا تخف، سوف أنقذك سريعاً، تشبث جيداً، سأسحبك إلى خارج البحيرة. هيا! شكراً لك يا برحي، لقد أنقذتني من الغرق. لقد نصحنا الجد بعدم اللعب بالقرب من البحيرة أو السباحة فيها، خاصة لمن لا يجيد السباحة. لقد كان خطأً كبيراً ولن يتكرر يا برحي. على أي حال، سوف أدربك على السباحة في نادي التمور بدءاً من الغد. شكراً لك يا صديقي العزيز. يومها شعرت أنني قد حصلت على الجائزة الكبرى بإنقاذي لزغلول. كما رأيت يا خنيزي، يمكننا جميعاً الحصول على جائزة كبرى كل يوم. أنا أيضاً حصلت على جائزة كبرى. أنت أيضاً يا دجلة؟ نعم، ذات يوم كنت أسير أنا وتمورة، وفجأة توقفنا أمام حفرة، أتذكرين يا تمورة؟ بالتأكيد، كانت حفرة عميقة سقطت فيها قطة مسكينة. كان علينا أنا وتمورة إنقاذها وإخراجها فوراً من تلك الحفرة العميقة. وبعد أن أنقذناها، قمنا أيضاً بتغطية الحفرة حتى لا يتأذى أحد بسببها. وقد شعرنا بذلك أننا حصلنا على جائزة كبرى. بالفعل يا دجلة، ففعل الخيرات يهب لنا جائزة كبرى تفوق تصوراتنا، إنها متعة العطاء ومساعدة الغير. ما بك يا خنيزي؟ تبدو مهموماً بالحصول على الجائزة الكبرى.
هل سألت نفسك ما هي أحلامك للحصول على الجائزة الكبرى؟ ليس لدي حلم محدد، كل ما أتمناه هو نيل الجائزة نفسها لأكون مشهوراً. ولكن هذا لا يجدي نفعاً يا بني، يجب أن تحدد ما هو العلم أو التخصص الذي يمكنك من الحصول على الجائزة الكبرى. علم أو تخصص؟ نعم، حدد أهدافك في الحياة أولاً واعمل على تحقيقها بالعلم والعمل يا خنيزي. إن كنت تريد أن تكون عالماً في الكيمياء مثلاً، عليك بالمثابرة في إجراء التجارب والاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية. صدقت يا جدي العزيز. عليك إذن بالتعلم وفعل الخير ومساعدة الآخرين، عندها فقط ستشعر أنك قد حصلت على جائزتك الكبرى يا خنيزي. سأفعل يا جدي، سأفعل.